بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم شباب، اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات الانر اير او الاذن اللي هي الداخلي. احنا يعتبر خلصنا موضوع الانر اير، لكن يعني هنقفله. طبعا زي ما احنا شايفين البدايه دايما بتبقى من عند الرسمه زي دي. طبعا اول حاجه بتبقى من عند الاكسترنال اير او الاذن الخارجيه والاكسترنال اوديتوري. ما يتس نلاحظ هنا يمكن اول بيان يهمنا هنا اللي هو المنظر بتاع التمبانيك ممبرين. طبعا شباب انا بعتذر دايما ان انا بعيد، يعني بعيد كتير، بس ده عشان يعني نثبت الايه المعلومه، تبقى انت متصور الاير، لان ده موضوع ادفانسد شويه، فتبقى انت متصوره بشكل ايه كويس يعني. طبعا برضو زي ما اخدنا هنا الميلياس بتبقى شاده، الميلياس بتبقى شاده على التمبانيك ميمبرين من المركز هنا في المنطقه دي، بنسميها الامبو خلاص، ودي يمكن قلناها مع الايه التمبانيك ميمبرين. طبعا المنطقه دي اللي هي الاكسترنال اوديتوري ميتس. طبعا لما بخش جوه المنطقه دي بنسميها التمبانيك كافيتي، والتمبانيك كافيتي بيبقى في وصله ما بينها وما بين الفارنكس نيزو فارنكس. طبعا حاجه اسمها الفارينجو تمبانيك تيوب او الاستيكيان تيوب، وديت هتلاقيها موجوده مع النوتس، الدرس اللي هو بتاع النوتس بتاعت الميدل اير مشروحه بالتفصيل. طبعا هنا عندنا مجموعه الايه الاوسيكلز بتاعتنا، الميلياس والانكاس والستيبس. والستيبس طبعا اللي هي بتبقى على علاقه وطيده بالاوفال ويندو. الاوفال ويندو خلي بالك احنا عندنا في اتنين ويندو، في الويندو البيضاوي والويندو الدائري خلاص كده. اللي فوق ده اللي الاوفال ويندو، وده اللي بتبقى عنده الستيبس خلاص كده. بينما اللي تحت ده بنسميه الراوندد ويندو، والراوندد ويندو ده بيبقى كلوزد باي سكندري تمبانيك ممبرين خلاص كده. يبقى ده التمبانيك ممبرين الاساسي ماشي، وده اسمه سكندري تمبانيك ميمبرين بيبقى حوالين الراوندد ويندو، بينما هنا الستيبس بتبقى حوالين الاوفال ويندو. ده رسم بيسموه في الاطالس سكيم، واخد بالك يعني رسم يعتبر الى حد ما بيحاول ان هو ايه يعني يبسط لك الدنيا على قد ما يقدر يعني. بعد كده بنبدا ان احنا نخش على المحتويات الداخليه للانر اير، وهتلاحظ ان هو حاطط لك لونين، اللون الازرق واللون البني او البيج ده. طبعا اللون البيج ده طبعا بيشير الى البوني بارت او الجزء البوني من الانر اير، بينما الجزء الازرق او اللبني ده بيوضح الجزء الميمبرينوس اوف ذا اير. طبعا لما نيجي نتكلم على البوني بارت هنجد من ضمن الحاجات اللي تهمنا مثلا الايه الكنالز دي اللي هي بنسميها السيمي سيركلر كنالز خلاص كده، اللي هي بتبقى فيها السيمي سيركلر داكت. حتى هتلاقي بيقول لك هنا لاترال سيمي سيركلر كانال اند داكت، وانا شرحت الموضوع ده كتير، انا اسف ان انا بعيد يعني خلاص كده. هتلاقي بيقول لك هنا ايه لاترال سيمي سيركلر كانال اند داكت. طبعا الكانال بتبقى نسبه للبوني، الجزء البوني اللي هو العظم والتجويف اللي جواه خلاص كده، بينما الداكت بتشير الى الجزء الممبرينوس اللي هو اللبني ده خلاص كده. فبرضو عندنا الجزء البوني فيه كمان الكوكليا اللي هي بتعمل ليه الشكل اللي هو الحلزوني. طيب برضو يعني سريعا كده، وانا اسف برضو تاني ان انا يعني بعيد، هنبص نلاقي عندنا طبعا في ثلاثة سيمي سيركلر كانالز اللي هي العظم والداكت اللي جواهم اللي هي الممبرينز، ادي انتيريور وادي بوستيريور وهنا ادي اللي هي اللاترال خلاص كده. في هنا حاجه كومون يعني بتجمع الايه يعني كذا اتنين سيمي سيركلر كانالز متحدين مع بعض في حاجه كومون يعني، ففي هنا حاجه ايه كومون لامب كده. في عندنا كمان الجزء اللي هو المنتفخ ده، اي حاجه منتفخه بنسميها امبولي خلاص كده، وهنا محطوط ايه عشان الجمع يعني امبولي. تمام. في عندنا كمان ده الجزء ده، طبعا لما نيجي نخش بقى على هننزل تحت شويه، الجزء ده بنسميه اليوتريكل. الجزء ده زي ما احنا اخدنا قبل كده بنسميه اليوتريكل، الجزء ده بنسميه الايه الساكيول خلاص كده. والاثنين دول بيبقوا في المنطقه دي اللي احنا بنسميها الفيستيبيول. الفيستيبيول مش عارف معلش كلمه فيستيبيول مش باينه قوي خلاص كده، وعشان كده احيانا ممكن يسموا الممبرين ده الفيستيبولار ممبرين، اللي هو الممبرين اللي هو بيبقى الغشاء اللي بتبقى الستيبس بتدوس عليه، او اللي هي الويندو او النافذه اللي احنا بنسميها يعني الاوفال ويندو خلاص كده، فبنسميها احيانا فيستيبولار. ممكن برضو يعني نبص عليها ما يجراش حاجه اهي خلاص كده. الويندو ده اهو ممكن نسميه اوفال ويندو او ممكن نسميه فيستيبولار ويندو، لان هو بيفتح على المنطقه دي اللي احنا بنسميها الايه اللي احنا بنسميها الفيستيبيول، المنطقه دي اللي احنا بنسميها الفيستيبيول خلاص كده. طيب طبعا بعد كده زي ما احنا اخدنا السيمي سيركلر، نكمل كلامنا الفيديو اللي جاي احسن.